لا فوسفات لا ديابي لا مازوت لا قطاع غيار لا زراره. نبيعوا لهم القمحه ب70 يبيعوا لنا ب120. في بلدان مجاوره هنا الفلاح يبيع للدوله نتاعو بسعر العالمي، تشريه من فرنسا ب200 دينار تاخذه على الفلاح نتاع بلادها ب200 دينار. احنا يقشقشوا فينا، احنا يتاجروا فينا، ورغم ذلك نقول له يا فلاح اليوم راهي الفرصه، نحن مع بعضنا، نحن ماناش ضد بعضنا. يجوا مع بعضنا نقفوا لتونس ونقفوا لفلاحتها ونقفوا لاستقلالنا الغذائي. ما ثماش خير في امه ولا شعب ما تستهلكش اللي تنجو. نستنوا رحمه ربي حتى يرضى علينا الامريكان يبعثوا لنا القمح ولا الزيت ولا الواحد. نقفوا لاولادنا ولبلادنا. ومي رساله للمسؤولين، راك اذا كان اليوم تهمش الفلاحه ماكش الا سمسار، تجيب في التراكتورات من الخارج تاخذ عمله وتجيب في منتوج البرغل ولا يستوردوا فيه، القمح والبسيسه ولا يستوردوا فيه.